مرحب بحضراتكم مرة تانية معانا في صباح النور. ويعني زي ما نوهنا كده من شوية على الفقرة دي، واحنا الفترة اللي فاتت او الكام يوم اللي فاتوا شايفين بقى مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الفيسبوك وكل الناس بتتكلم عن أنطونيوس، الطفل اللي عنده 15 سنة ويعني موهوب جدا جدا، وعمل اختراع نظارة للمكفوفين. بس الحقيقة احنا شفنا يعني يمكن حتى فنانين وشخصيات كبيرة ومشهورة كل واحد اتكلم عن الاختراع بتاعته، حاجة مهمة جدا. تعالوا نتكلم معاه النهاردة ونشوف الفكرة جات له منين وازاي نفذها وازاي هتفيد كمان المكفوفين، عشان اكيد هيبقى في ناس هترعى الموهبة دي والفكرة كمان بتاعة أنطونيوس. اسمحوا لي ان انا ارحب بيهم، فارحب بأنطونيوس ماجد. اهلا بيكي أنطونيوس، مبسوطين ان انت معانا النهاردة. ارحب كمان بماما مدام عواطف بدري، اهلا بحضرتك منورانا صباحا. منورنا جدا، اهلا بيكي. انا خليكم ابتدي بأنطونيوس. انت عندك كام سنة؟ عندي 15 سنة. 15 سنة، من امتى ابتديت موضوع الاختراعات ده؟ من رابعة ابتدائي. من رابعة ابتدائي؟ ايه اللي شغلك عشان عايز تعمل اختراع يعني؟ انا ده اقول لك بدايتي. طيب اتفضل. بدايتي اساسا في الاختراعات، انا كنت في عادي في البلد بسافر كل اخر السنة كده، يعني اول ما بخلص مدرسة عادي تيجي نص السنة اخر الترم كده بسافر البلد. بسافر البلد. فين البلد؟ في اسيوط. سافر اسيوط. تمام. فانا كان جدي جايب لي عربيه، فانا كان معايا مواتير، فانا كنت لعبه يعني كسرت مني، فكنت محتاج سلكين. جيت اقطع سلكين من المروحه، رحت المروحه لما قطعت سلكين المقص ساح، بلاستيك ساح، واتكهربت. فجالي فضول اعرف ايه السبب، اتعلمت بقى من يوتيوب، وقعدت اتعلم من يوتيوب لحد ما وصلت وشغلت العربيه. يعني انت كنت حابب بقى موضوع الاسلاك والكهرباء وعندك فكره اني اعرف، عايز اعرف اصلا الحاجه ايه. طب ايه الحاجه اللي انت عملتها يعني قبل ما نوصل للمرحله بتاعه النهارده؟ انت بتقول من رابعه ابتدائي، ابتديت في ايه حاجه عملتها قبل كده؟ عملت عربيه عملت عربيه بتطفي الحريق، بتشوف الحريق فين وبتطفي الميه. زي روبوت كده. حلو خالص، اللي هو بيحس بالسخونه ويبتدي يخرج ميه. دي عملتها امتى يعني، في مرحله ايه؟ لا ولا يهمك، سلام. ده كان اول اختراع ليا، اللي هي موضوع عربية الحريق. سنة كام طيب؟ كنت في خمسة ابتدائي. انت بادي من بدري قوي. مش عايز اقول لك انا في خمسة ابتدائي دي كنت بعمل ايه. طب مدام عواطف، ازاي لاحظتي برضو الموهبة دي في أنطونيوس، انه بيحب يفك ويركب ويفكر، وتعاملتي لما ابتديتي الملاحظة معاه ازاي عشان تهتمي بيه؟ هو بدأ ان هو يكسر في الحاجة ويركبها تاني ويعدلها من جديد. فبدأ يعدل، بدأ يكسر، فأنا مستغربة. فلقيت اهتمام، مثلا بيقولوا لي إن هو هيبدأ يعمل شوية حاجات، خليكي معايا. اللي حواليكي لفتوا نظرك لأن ده مش حاجة طبيعية قوي يعني. الله ينيح نفسه أبونا يعقوبس أخويا. هو اللي شارك معايا، يعني قعد يقول لي اهتمي بيه، حاولي إن أنتي الولد ده مختلف عن كل الأولاد وعنده يعني طيبة زيادة، فاهتم بيه، حاولي ان انت تديله على قد ما تقدري. ده هنا كان بيتكلم عن شخصيته بس قبل ما فكرة انه مخترع، وبرضه كان بيهتم بالأفكار بتاعته. وترتيبه ايه في اخواته؟ كرول أنطونيوس الأول. اكبر الكبير. فكنت انا اساسا مشغولة بيه كدراسة، بودي واجيب. فكل حياتي كانت فكرها كله هو مهتم بيه. فبدات ان انا يعني بدا هو ينزل يجيب الحاجه لوحده، يشتري من مصروفه. بيبقى عايز اسلاك، عايز حاجه يجيب من امازون ويشتغل. ويقول لي بصي، اقول له أنطونيوس مش يعني الحاجات دي مش هتوصلك، الدراسه اهم. فبدا برضك خاله يقول لي لا، سيبيه يكمل ويفكر. يفكر في الحاجه دي. فبدات ان انا اسيبه، بدات ان انا اضطر ان انا انزل معاه واجيب الحاجات واجيب الخامات انا وهو. تشاركيه بقى الخطوات اللي خلاص بيمشي. بقى ان انا بدات ان انا اشارك. ننزل، تعالي يا ماما دلوقت، حاضر. برافو عليك، برافو عليك. بدا ان هو يطور منه. ايه اول حاجه عملها انت حبيتيها يعني قبل النضاره؟ كانت العربيه. كانت العربيه.
وكانت قبلها عربية مش بتاعة الحريق، هي زيها بالظبط بس ما فيش الحريق دي. ما فيش العلبة بتاعة الحريق. هي هياها بس ما فيش الطفاية بتاعة الحريق. أنا مستعجل قوي بصراحة الموضوع النضارة ده. أولا أنت إيه اللي شغلك بالمكفوفين؟ أنا شغلني بذول همم نزل همم عامة. النضارة دي عملتها لأن أنا في خصوص شفت واحد وهو نازل من العربية كان مكفوف وابنه واقف جنبه كان معاه عصاية. تمام؟ هو لما نزل ما شافش العربية قدامه وابنه ما حذروش. فراح دخل فيها. اتعور. فرحت عملت النضارة. فده ده ساعد من جوايا فرحت عملت له النضارة. طب النضارة دي بتعمل ايه؟ احكي لنا الفكرة بقى بتاعتها. اما تمسكها في ايدك كده وريها لنا. طب دي عبارة عن ايه بقى؟ اشرح لنا يا انطونيوس. دي عبارة عن فيها سنسور. السنسور ده الترا بيشوف مثلا لو في حاجة قدامه بيدي انذار. يعني لو شاف باب بيشوف حاجة بيدي انذار، بيدي اشعار للاردوينو. ده دي حاجة تبقى في الجنب مثلا يدي الدماغ. والدماغ دي بتدي انذار للبزر، فالبزر يعمل صوت. ودي البورد دي انا اللي عاملها كلها. لا يعني معلش، هي عدت عليها بتلات مراحل. فهمني. لا فهمني بالراحة يا انطونيوس. دلوقتي طبعا اللي هيلبسها يبقى بشكلها اكيد غير كده، وهيتم اختزال الحاجات دي في حاجات صغيرة وحاجات كده. انا متفهم ده جدا يعني. بس دلوقتي كفيف ما بيشوفش، تمام، وهيمشي في الشارع. لما يلبس النضارة ودلوقتي مثلا في عربية معدية من جنبه، النضارة تعمل ايه؟ هتديله انذار صوت تحذره. انت عاملها مثلا بشكل معين ان قبل ما يعني بحددها قبلها بكام ثانية مثلا او بدقيقة عشان لا 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 في وقتها. في وقتها محددها ازاي؟ يعني مسافة قد ايه يعمل انذار؟ انا بتحكم في المسافة بتاعتي. انا عاملها 55 عشان الليج، لان لو عملتها متر هتعلق. يعني مثلا لو عملتها متر ممكن تاخد في كل حتة تحسب اللي هي موجودة. لكن لو اقل برضه لازم يخبط بقى، هيتخبط كده. انت تقصد ما تقعدش تزمر على الفاضي والمليان خلاص، ولا تتاخر في انها تديله الانذار، تبقى حاجه وسط تحذره قبلها بمسافه كافيه. صح. وما تعلقهوش بانها تعمله انذار وهو مفيش حاجه قدامه. ايوه. عملت مشاريع تانية. لا كلمني برضو عن النضاره شويه. ده احنا النضاره دي اصله دي قصه كبيره يعني، الناس كلها بتتكلم عنها بقى دي. يعني انا متخيل ان لو حد خد، يعني لو شركات خدتها من انطونيوس وطورتها تبقى القصه ابعد من كده بكتير يعني. طب معلش، هو اللي على الجنب ده ايه يا انطونيوس؟ ده دوت اردوينو. يعني ايه؟ دي حاجه زي المخ كده، بديها الاوامر. فبديها الكود كده بتتبرمج بس، وتدي الامر بقى. فمثلا لو الالترا ده شاف لو في حاجه قدامه فبيروح يدي اشعار للاردوينو اللي في حاجه شافها، والاردوينو لو خد الاشعار بيروح يوديه للبزر اللي هو الصوت. هي ينفع تشتغل دلوقتي ولا صعب؟ عادي. طب شغلها انا معانا، ده هتتوصل بقى وكده وبتاع. هي ممكن كانت تتعمل ببطاريه. هي طبعا لما هتبقى يعني بني ادم لما تدخل حيز تنفيذ بقى هتتوصل ببطاريه. هي كانت في الاول اسلاك كتيره جدا وكان شكلها مش حلو خالص. بدأ يطور منها ويشيل الأسلاك دي. يعني هو أصلا اشتغل عليها، دي مش مرحلة واحدة، ثالث مرحلة دي. أنت عملت كم مرحلة؟ ثلاثة. طب وأنت بتشغلها قول لنا الثلاث مراحل إيه؟ عملت إيه؟ كلب. ابتدت إيه؟ بس هي ابتدت تنظرين اللي هي اشتغلت. فمثلا في حاجة قدامها. طب ابعد إيدك كده. كده برضه لسه في حدود ال 55. لكن هنا مثلا ده كده بنتكلم في حتتين، فمش هتعمل اي حاجه. ما هو لو هنا يبقى هتعلقه على اي حاجه واقفه قصاده ملهاش لازمه، مش هيخبط فيها. حلو قوي. النضاره عدت بتلات مراحل ازاي؟ النضاره الاول انا كنت عاملها بعلبه هنا وكانت فيها مليانه اشياء كتير، وما كنتش بستخدم ده، كنت بستخدم سنسور اقل. فلما كان بتيجي على اضاءه كان بيعلق وبيعمل ايه الصوت وخلاص. فغيرت السنسور جبت ده. تاني حاجه كان في علبه هنا ومضخموها. وانا كانت عامله حمل تقيل، فلو كان حد لابسها بتبقى كده تبقى واخده جنب واحد تقيل. فخففتها وعملتها على بورده كلها. بحيث ان هي تتاني براحتك وتبقى مرنه كده. انا سمعت ان في ناس يعني حلوه كده بتوصل معاك، فنانين. الفنان تامر حسني بيشجعك. حسني دعمني في الفيديوهات ونزل وانا بشكره.
وبشكر كل الناس اللي نزلت يعني. برافو عليك. انت كنت متوقع كده انطونيوس يعني وانت بتعمل النضاره قلت بقى ده ولا كنت حاسب زي ما عملت العربيه بس انا لسه قدامي خطوات لغايه ما اوصل؟ احنا لقينا انت عارف احنا فرحانين بيك ازاي واحنا لقينا كل اللي قادر انه يدعم ويخلي الناس تشوف الاختراع بتاعك ده والناس كتير من المكفين تستفاد منه دعم انطونيوس واتكلم عنه. كنت متوقع إن ده؟ انت عندك صفحه، عندك صفحه كبيره بتقعد تشرح ليها صح؟ انا لسه كنت انا بص انا عملت اسم الصفحه بتاعتي اكاديميه سكوي لغرض واحد يعني انا كنت عايز لما انا كنت اقول لك الهدف. انا كنت في يوم داخل مسابقه عادي دخلت مسابقه اي ار سي وار سي دي في مدينه الشباب دخلت ار سي ايجيبت تشالنج ايجيبت وخدنا فيها مركز اول ودخلنا فيها وخدنا مركز اول فكنا متاهلين للسين. فانا لما كنت هسافر السين في ناس عندنا هتلاقي لا ده الاطفال السين لما بتطلع بيبقى احسن شعب وفي الاختراعات وكده ومين انت هتكسبهم انت مش تكسب احبطوك يعني حاولوا يقللوا من فانا رحت وعملت التيك توك بتاعي باسم اكاديميه سكوي لغرض ان انا اعلم الاطفال البرمجه والابتكارات الهندسيه وتبقى احسن مني. انت اتعلمت البرمجه فين؟ بدايتي كان من اليوتيوب. انت قعدت علمت نفسك بنفسك؟ اليوتيوب بقى وتشوف وبعدين مدينه الشباب مدينه الشباب دخلنا فيها مسابقات في المسابقات. طب انت عرفت ازاي ان في مسابقات وحاجات كده؟ عبر الانترنت يعني فيس كنت بقلب عادي الاقي مسابقه ادخل فيها. طب بص انا عاجبني قوي فكره ايه بقى مدام عاطف اللي في سن انطونيوس وكان في المرحله الاصغر استخدامهم للانترنت مختلف تماما عن كده. حضرتك عارفه أكيد. يعني بنقلب ايه ونتفرج على ايه ومسلسلات وافلام وحاجات يعني لكن هو عمال بيدور من بدري على فكره انه يتعلم ويعلم نفسه. انا كمان عايزه اقول لك ان النضاره دي من سته ابتدائي او من خمسه كمان فتطويرها دو للمدار دو يعني ده بقى له زمن الفكره عنده بيستورها على فتره يعني دي عملها لسه فيها بشكل تاني بنضاره تانية كان في سته ابتدائي. طب انت عايز تعمل فيها ايه تاني؟ هو ان شاء الله هيبقى في قريب دلوقتي هعمل حاجه للنصب التجاري يعني هنا في النضاره دي هو مش عارف يعد فلوس مش عارف اللي قدامه ايه فانا هخليها ترتبط بالذكاء الاصطناعي فمثلا لو قدامه فلوس تعد له فلوس هو بيعد فلوس تبقى هو عارف بيعد كام مش تبقى سماعه وصوت مش عالي محتاج حد يساعده في دي هو اللي يعرف هتبقى عباره عن سماعه هنا بتتحط في الود بدل السماعه دي بتدي له انذار تقول له مثلا بعد كام سنت هتقابل حيطه بعد كام كذا مثلا عايز يعرف نوع كذا ديت مثلا راح يجيب خضار او اي حاجه يعرف كذا حاجه نوع كل حاجه يعني هسهل له الدنيا يعني انت عايز توصلها بالذكاء الاصطناعي بحيث ان هو يقدر يفرق له ما بين الحاجه ده كده هيقعد يفرق له برده حتى بين البني ادمين رجل امراه طفل ده انا بص انا عملت سياره حاجات كده ايوه انا ده كله عملته على برنامج فيجوال بورد البرنامج ده محاكي على اللابتوب دوت او الكمبيوتر بنصمم عليه الاختراع اللي بننفذه واشتغل. طب انا عايز اسالك يعني بعد الناس كلها ما بقت بتتكلم عن فكره النضاره في حد تواصل معاك يعني اعتقد ان الفكره والاختراع ده لازم هتتبناه بقى شركات متخصصه حد من رجال الاعمال عشان في الاخر الفاينل يطلع رجال الاعمال تواصلوا معانا والشباب والرياضه وزير الشباب منهم دكتور محب تواصل معانا قال له انطونيوس يعني انا بدور ليك على كليه علشان خلاص يعني انت ثانويه عامه مش هتنفع انا عايزه اوصلك لحد تاني يختصر المساحه دي ويدخل على طول في الحاجه اللي مستقبله في الاختراع. انا فول ثانوي. انت فول ثانوي بس قال له لو احنا ما لقيناش السنه دي عشان خلاص يعني ممكن السنه الجايه برضه يدخل ايه يعني يدخل مثلا تعليم كلية متخصص كليه هندسه طب افكار لسفر ولتدريب بره في كليه هندسه من غير ما ياخد ثانويه عامه استحاله الا لو هيسافر بره مصر عشان كده بسالها على موضوع السفر هل في كلام عن ده او هم قالوا لنا اللي احنا عايزين ندخله جامعه عشان نسبه لان الاختراعات ديت اللي انت بتعملها احنا عايزين نطورها فانت لو انت قعدت في ثانوي في ناس كتير هتيجي قبلك وهتعملها فهم بيقولوا عايزين نوصل لها بس هم مفيش حد قال لك تعالى نطور بره مصر؟ لا ان شاء الله في واحد من دبي حد يكون بيشوفنا النهارده في واحد من دبي كلمني مش كانش عايز التطويرات ديت هو عايز ادرس هناك بمقابل الاختراع دوت امشي ارجع تاني مصر والاختراع دوت يبقى 50% لي
50% انا. وانت حلو زي الفل. بس مش اختراع ده؟ اختراعات تاني يعني. طب حلو، لو جت فرصه سفر ولا حاجه يعني انت يعني بره، انت لما تبقى متميز هتفيدنا اكتر. بس هو يعني بيتكلم على دورنا يعني. لا بس اعتقد انطونيوس بيفكر ان الاختراع ده يكمله هنا صح؟ عشان اللي استفاد بيه او البدايه بتاعته تبقى هنا، بعدين ممكن يفيد اي حد في الدنيا كلها. صح؟ طب ممكن ما يكملش هنا، ان شاء الله يكمل. هو سافر لو الراجل لو جات له فرصه، لو جات له يا ماما هو بص استكمل. انا بتكلم عن فكرته هو ايه، خليه يسافر ويتعلم. هو بيقول انا في بلدي، وفي بلده بره وزويل ما فادهاش هنا يعني. يعني ما ان شاء الله طبعا يعني، بس يعني ماشي. طيب قول لنا بقى اللي انا وده انطونيوس اهو، وانت كده بتجرب النضاره. طيب شرفنا يكون معانا استاذ مجدي بدري، وهو خال انطونيوس. صباح الفل يا استاذ مجدي. صباح الخير يا استاذ. اهلا بحضرتك. صباح الفل يا استاذ مجدي، اهلا بيك. صباح الفل استاذ مجدي. قول لنا، طبعا مفيش حد من الموهوبين هيقدر يوصل لحاجه غير لما محيط الاسره تبقى مؤمنه بيه وتشجعه وتقف جنبه. ايه الدور اللي انتوا بتقوموا بيه او شفتوا ازاي ده في انطونيوس؟ كل واحد بيجيله نعم بيتدهن وحسب امكانياته وحسب اخلاقه وحسب اللي ربنا شايفه فيه ان هو يطلعه ويبذله من اجل الاخرين. فبنشكر ربنا طبعا على النعمه اللي اعطاها لانطونيوس، وبنشكر طبعا ربنا بردك على وقفه ابونا يعقوبس كانت مع انطونيوس، ان هو كان بيشجعه وبينمي فيه الفكره في الافتكارات وفي الافكار كلها. كان في ناس كثيره مش مؤمنه بالافكار اللي كان بيعملها تحبته. لكن زي ما في ايجابيات في سلبيات. نشكر ربنا على ابونا يعقوبس اللي كان دايما صراحه كان بيحفظه، وكان دايما يبقى مبهور بيه، وكان دايما يحكي عنه قدام الكهنه ان الشخصيه دي جاي منها وهيعمل حاجه حلوه. فكانت يعني في ناس كانت تاخدها ان هي ايه، الواد ده ممكن لو عمل حاجه هيولع في الخصوص او يعمل حاجه حلوه يشهر بلدهم. وفعلا انطونيوس الفتره اللي فاتت دي على السوشيال ميديا زي في سلبيات عليها في ايجابيات. انطونيوس اشتغل على نفسه وطور نفسه على التواصل الاجتماعي ووصل فكرته لمصر ولبره مصر عن طريق النضاره والاختراعات اللي قدام حضراتكم المقدمه. نشكر اولا واخيرا ربنا على النعمه اللي هو اعطاها له. احنا بنقول له واسرته كلها بتقول له احنا وراك وعاوزينك في احدث جدد من نفسك، افتكر اشتغل على نفسك، ربنا اعطاك نعمه كمل فيها. في سلبيات في ايجابيات، خليك دايما متحفظ الايجابيات احسن. شكرا. ربنا دايما معاك وهيقف ويسندك. طبعا نشكر ربنا على وزاره الرياضه اللي هي دعمت انطونيوس بتقول له احنا معاك ولسه في حاجات هنعملها. بس لحد دلوقتي بعد ما تواصلنا معهم لسه ما قدموش الحاجه الحلوه اللي قدموها وزاره الشباب والاستاذ اشرف صبحي مكتبه. وبنشكر ربنا بردك على وكيل وزاره قدم تقابل مع انطونيوس وكرمه بشهاده تقدير ونزلت على المحافظه بتاعت الألوبية. لا ان شاء الله ياخد خطواته يعني، كل الشخصيات كل المسؤولين اللي المفروض ان احنا نشوف وقفتهم جنب انطونيوس في اللي جاي، هو يستحق يعني اكتر من كده بكتير. شكرا ليك يا استاذ مجدي. شكرا شكرا لحضرتك. انطونيوس انت يعني انا شايف ان انت الفتره اللي جايه طور اكتر من موضوع النضاره. مش لازم تتنقل لاختراع ثالث ورابع وخامس وسادس، فاهم ازاي؟ انت بتعمل فكره عظيمه جدا اول حاجه ما اتعملتش قبل كده، تاني حاجة ان هي ممكن لو تم تطويرها من خلال تكنولوجيات كتيرة. يعني مثلا لو حد شافك النهاردة مثلا وسافرت امريكا وكنت يعني حاجة من لو مؤسسة ابل معرفش بتدعم الحاجات دي، لا ميتا اللي هي الميتافير اللي هي مارك زكربيرج مش عارف ايه الحاجات دي كلها، لان اعتقد هي ليها علاقة بشكل مباشر بال هو بيقول انا هوصلها بالذكاء الاصطناعي. فاحنا ما عندناش في مصر هنا ذكاء اصطناعي، احنا يعني مش طالعين نقول كلام وخلاص، ما عندناش هنا في مصر ذكاء اصطناعي متطور. فاتمنى يعني اذا حتى وزاره الشباب عايزه تعمل معروف او تعمل خير في انطونيوس يسافر بره ويشوف يدرس الدنيا ماشيه ازاي. وانت محتاج حد يبقى ذكاء يعني مؤسسه كبيره في الذكاء الاصطناعي، صح كده؟ انا عامل طرف صناعي برضك ناس مطورة اليد، وعامل وفي مشروع جديد بنفذه اللي هو بيحول لغه الاشاره
لكلام. انا شفت انت حاجه انت عاملها، شفت لك فيديو الصوابع اللي هي بتتحرك. انت مجرد ما انت بتعمل هي ده الطرف الصناعي صح؟ دي اللي انت بتقول. قولي اشرح حالك ده جميله، يا ريتك كنت جبتها النهارده دي. طب ايه المختلف فيها عن الاطراف الصناعيه العاديه بتاعت ذوي الاحتياجات ديت؟ انا كنت عاملها باشارات دراعي تمام على طول، فلو مثلا واحد ايده مقطوعه من هنا ممكن نركبها على دوت اشارات الدراع ده، مش تبقى ليه صعوبه يعني، ده مش هيبقى صعوبه ليه. هو لسه متنفس، ده كان شكله مبسط، انا عامله بالكرتون شكله مبسط. مجرد دي لسه الفكره. انت عارفه هي بقى مجرد ما هو بيدي اشاره بيدي اشاره للطرف فالصباع يتحرك. انا شفتها. دي كانت تالت مرحله برضو. لا مش دي، ايوه دي، ايوه دي. دي كانت اول مرحله لي. بس هو مجرد بس ما بيديها اشاره هي بتتحرك. فالحاجات دي مبسطه جدا، بس لما بيتم تطويرها تقدر توصل ل ان هي تخدم البشريه يعني. طب انا عندي التطوير ده مش على فكره بشهور، هو المفروض ان انت بتسجل الحاجات دي صح يعني؟ المفروض نفسنا نسجلها يعني. انا لسه عايز اقول المفروض ان انت بتسجل براءه اختراع للحاجه بتاعتك عشان كل مرحله هتطور فيها خلاص انت سجلت ده باسمك يا انطونيوس. انا هروح اتسجل، بس احنا عايزين احنا مش عارفين نروح فين. دي سهله دي، انت غالبا بتسجل يعني بتعمل براءه اختراع، نجيب لك الخطوات وتعملها. لكن انا لو يعني بوجه النهارده رساله، لو حد بيشوفنا حتى من حبايبنا بره مصر وبيتابعنا وتقدر مؤسسه تدعم انطونيوس يبقى دي حاجه، يبقى دي حاجه جميله. من رجال الاعمال هنا في مصر كمان لو هم اللي يتولوا ده ويسفروه وهو يدرس انا يعني. شايف ان هو يعني الشغل بتاعه معتمد على فكره الذكاء الاصطناعي، واحنا ما عندناش هنا ذكاء اصطناعي بالقدر الكافي. احنا مستخدمين للتكنولوجيا، مش لا مطورين للتكنولوجيا ولا حتى مبدعين في احنا مستخدمين للذكاء الاصطناعي. لازم اسالك واقول لك تحب تشكر مين النهارده؟ انا اولا بشكر اللي دعمنا اول واحد وهو خالي ابونا يعقوبس. صوره هنا. هو ده، هو تنايح دلوقتي، هو ده الاول واحد دعمني. كان كل الناس تقول لي اختراعاتك بسيطه، لا هو كان يقول لي اختراعاتك حلوه وهتنفع البشر. وبعد كده طلع كلامه حق، هو كان شايف قدام ليك يعني مؤمن بيك يعني. هو اكيد صلواته بقت تسنيمه. وبشكر ماما وبابايا، مامتي وبابايا، وبشكر خلاني وعمامي، وبشكر حضراتكم. شكرا ليك. وبشكر الفنان تامر حسني، وبشكر كل الفنانين اللي عملوا نزلوا بوست عليا. كمان بنشكر واحنا كمان بنشكرك يا انطونيوس قدام الكنيسه. ايوه على دعمهم ليا. واحنا نفسنا نشوفك ان انت من تطور لتطور يعني. على فكره هو واخد مركز اول في الكرازه. حلو قوي، برافو. مرتين ورا بعض، مركز اول ومركز اول. لازم تاخد مركز السنه اللي فاتت والسنه دي. احنا عايزين لما نتقابل معاك تاني اول حاجه تكون سجلت الاختراع بتاعك، وبعدين ان شاء الله تبقى في خطوات الدراسه والسفر. مشكورك جدا مدام عواطف. ربنا يخليك. بالتوفيق بشكركم. وان شاء الله الخطوات اللي جايه تبقى احسن لكمان. برافو عليك ان انت بتدعميه، ده حاجه جميله خالص وربنا يبارك فيها. احنا كان نفسنا برضو التكريم يجي من الكنيسه. ده سيدنا البابا يعني. كان نفسنا يعني انا لا ده حاولت اتواصل معاه. الرساله اهي من حلقه لسيدنا البابا. قابل سيدنا البابا خلاص يعني ما بيتاخرش خالص. صدقيني انا حاولت ان انا اتواصل، وفي ناس كتيره بعتت لي يعني ان انا حاولت. بقول لك النهارده كان في اجتماع على فكره من صباح النور. سيدنا البابا قابل خلاص احنا عارفين سيدنا البابا ما بيتاخرش صدقيني بابه. احنا لما بنقول الكلام الناس بتفتكر ان الموضوع. طب احنا هنكلمك بعد المقابله. تمام خلاص بكلمونا بقى. شكرا لحضرتك. شكرا ليكم ونورتونا. ونخرج معاكم لفاصل، ومش عشان نكتئب لكن هنتكلم عن الاكتئاب والقلق عشان نبعد عنهم او نتخلص منهم بعد الفاصل.